السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم زايد، واليوم بنقول لكم أقوى 5 رؤساء في عالم الألعاب. طبعا الرؤساء اللي بقول لكم إياها هي من النوع اللي ودك تكسر أم الجهاز. فيلا نبدأ. في المركز الخامس، ألما من نينجا جايدن سيجما. سلسلة نينجا جايدن معروفة بأنها صعبة وكانت البديل لدارك سولز، لكن فيها أكشن أكثر. الرئيس الأخير في اللعبة اسمها ألما وبتكررك في أم اللعبة، لأنها بعض المرات تجي عندك وتمسكك وتدمجك دمج مو طبيعي وبتقعد تسويها أكثر مرة، وبعض المرات وانت تقاتلها بتجيب معاها بعض الجنود ولازم تقتلهم بعدين تكمل قتال معاها، وبترمي كرة سحرية عليك وإذا جت عليك تدمج بشكل مش طبيعي. فإذا تبي تقتلها لازم يكون عندك مهارات في التفادي ولازم يكون عندك أكثر من مشروب، لأنك صدقني راح تدمج مرة منها. في المركز الرابع، سيفروث من كينغدوم هارتس 2. لعبة كينغدوم هارتس 2 هي لعبة RPG، وإذا وصلت الرئيس الأخير ما أدري شو يقول صراحة، الله يعينك. الرئيس تقريبا عنده 14 بار من الدم، وإذا ضربك بيكمل عليك كومبو، والكومبو بيدمج مرة كثير، وبعض المرات بيرسل عليك كور تطاردك، وإذا الكور هذه جت عندك بتدمج مرة كثير. والمشكلة مو بهنا، المشكلة إذا وصلت دم الرئيس لثلاث بارات، الرئيس بيصير سريع، بيرسل عليك كور نارية، وإذا جت عليك هذه الكور يمكن تموت. فلازم يكون عندك أشياء ترجع دمك، ولازم يكون عندك حركات ترجع دمك. في المركز الثالث، أورنستين وسموك من دارك سولز 1. القتال لهذا الرئيس مرة غير عدل، لأنك تقاتل الرئيسين مع بعض، والرئيسين هذول مرة يدمجون، خاصة الدب واللي هو سموك، لأن يكسر راسك بمطرقته، صح إنه بطيء بس مرة يدمج لو جت عليك ضربة. والثاني اللي هو أورنستين، هو تقريبا نفس الأساسن، مرة سريع ويطلق عليك طلقات رعدية من بعيد، وإذا قتلت واحد منهم بيروح ياخذ قوة اللي قتلته وبيصير مرة سريع ومرة يدمج، وبيكون عنده حركة دمج جماعي، يعني يدمج منطقة معينة، ولازم أحد يساعدك في هالرئيس، لأن إذا حاولت إنك تقتله لوحدك صدقني راح تكسر أم الجهاز. في المركز الثاني، سايكو مانتس من متل جير سوليد. هزيمة الرئيس مرة مستحيلة، لأنه يقرأ أفكارك، يعرف أنت وين تطلق ويقدر يتفاداه بسهولة، وحتى هو أصلا يقول لك it's useless، يعني أنها بلا فائدة، لكن في طريقة عشان تهزم الرئيس، والطريقة هذه راح تصدمكم، وفي كثير ناس ما توقعوا أنه لازم تسوي كذا، واللي هو أنك تفصل الميموري الأول اللي فيها التخزين وتشبك الميموري الثاني، كذا ما بيقدر يقرأ تفكيرك وتقدر تقتله بسهولة. أدري أنها فكرة غبية أنهم يسوون كذا، لأن في ناس تعتقد أنه خطأ في اللعبة، لكن إيش نسوي؟ هذه هي الألعاب القديمة. وفي المركز الأول، مايك تايسون من لعبة بانش أوت مايك تايسون. أوكي، اللعبة هذه مبين أنها خايسة وأنها على جهاز النينتندو، لكن الرئيس مرة صعب، أصعب رئيس في عالم الألعاب كله، لأن لازم يكون عندك توقيت وردة فعل مرة سريعة، لأن أول ما يضرب لازم تتفادى ضربته، بعدين أنت اللي تضرب، لأن إذا هو ضربك أول فبتموت بضربة واحدة، وهذا شيء مرة غبي، فيحتاج أنك تسوي عملية تطوير التوقيت وتطوير ردة الفعل عشان تهزمه، لأنه مرة مستحيل أنك تهزمه إلا إذا أنت عندك قوة خارقة. وبس هنا وصلنا هذا الفيديو، واكتبوا في الكومنتات مين أصعب رئيس واجهته في عالم الألعاب، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب ليوصل لك كل جديد، ويلا كان معكم زايد، على السلامة.